هنتكلم عن موضوع جديد قديم وقديم جديد ولا ما بينتهيش ويا ريت ينتهي. ويعني المشكله انه اخطر من حاجات كتيره قوي. يعني في مشاكل كتير جدا بتهدد وبنعيشها كمجتمع مصري, ولكن يمكن المواضيع بالذات في حياه ناس كتيره جدا راحت, وفي حياه كمان سياح راحت مؤخرا, وفي حياه ناس كتيره جدا بتتدمر لان ممكن يكون اللي حياته راحت دوت عائل اسره. والمشكله كلها بمنتهى البساطه ان السبب على قد ما هو بسيط على قد ما هو بجد يخض. حادثه طريق, حادثه عربيه, زي ما قلنا تاني الموضوع جديد قديم ولكن هنفتحه لان واضح كده ان في بشائر ان هو ممكن يكون في طريقه للحل. هنعرف اكتر ازاي من خلال فقره خاصه جدا هنعرفها دلوقتي, ومعانا ضيف متميز جدا. هيكون معانا مين؟ هيكون معانا الدكتور حسن, استاذ حسن مهدي, استاذ الطرق والمرور والمطارات بهندسه عين شمس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم, اهلا. انا بس عايزه كمان كمان على كلام شريف, هل المسؤوليه بتقع على المواطنين وعلى الدوله, يعني الاثنين مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ هي مسؤوليه مشتركه, يعني مسؤولية الحوادث ليها أطراف كتير. بداية لو تسمحوا لي حضراتكم نعرف التقسيم الإداري لشبكة الطرق على مستوى الجمهورية والمسؤولية الخاصة بكل إدارة. في عندنا الطرق السريعة اللي بتربط محافظات الجمهورية ببعضها, ودي بتتبع وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري. في عندنا المحاور الرئيسية أو الطرق السريعة اللي داخل المحافظات, ودي بتتبع ما يسمى بمديريات الطرق والنقل. داخل كل محافظة في حاجة اسمها مديرية الطرق والنقل مسؤولة عن هذه المحاور السريعة. داخل الأحياء في درجة أخرى من الطرق اللي هي كل حي من أحياء المحافظة بيبقى في إدارة للطرق مسؤولة عن إدارة الطرق اللي داخل الحي. نطاق الطرق اللي هي ما بين العمارات السكنية ما بين الكوميونيتيز الصغيرة دي كلها بتديرها الحي. هاي الحلوة قوي. كل بقى الطرق دي اللي بتديرها الهيئة وفرعياتها وشكلياتها ورئيسياتها, اعتقد ان تلات ارباعها يعني لم يكن كلها فيها مشاكل كبيرة قوي. ومشكلة احنا عايزين نعرف هي فين المشكلة, يعني هل في الطريق ولا في اللي بيدير الطريق ولا في صيانة الطريق ولا في قواعد المرور ولا ايه؟ انا قلت لحضرتك ان الموضوع خليط من ده كله. هو الحوادث بيبقى مسبباتها, احد المسببات الاساسية ممكن تكون عنصر خاص بالسائق, سواء اذا كان سلوك, اذا كان ستريس وعدم تركيز نتيجه ان هو بيقود السياره لفترات اطول من المفروض ان هو يقودها. يعني بالقانون المفروض ان في عدد معين من الساعات يسوقها السائق, بعد كده بيبتدي يقل تركيزه حتى لو كان هو سائق ماهر وملتزم بقواعد المرور. ولذلك بنلاقي ان في الرحلات الطويله بيكون في اكتر من سائق موجود, علشان لو الرحله هتستمر لفتره 8 او 10 ساعات بيبدلوا مع بعض. ده ما بيحصلش عندنا, خصوصا مع الشاحنات او التريلات والباصز اللي هي بتنقل الافواج السياحيه, بيكونوا تحت ستريس جامد جدا وبيمشوا مسافات طويله بدون راحه. ده عنصر من العناصر. النقطه الاخرى اللي هي خاصه بالطريق نفسه. بالظبط يا فندم, كنت عايز اقول لحضرتك هل ممكن تصميم الطرق نفسها والكباري في مصر ممكن يكون فيه مشاكل وفيه عيوب؟ ممكن, يعني في بعض المشاكل ممكن ولا هو ممكن. لا ممكن. هو حضرتك بيحصل باستمرار عمليه اوبزرفيشن او متابعه للمناطق اللي بيحصل فيها الحوادث. اذا لقينا ان في بؤره معينه او منطقه معينه بيتكرر عندها حدوث حادث, هذا يعني ان هناك خطا ما يجب ان يتم حله. الخطا ده بيتم من خلال اللجان من المتخصصين بينزلوا يفحصوا المنطقه, اذا كان في حاجه متعلقه بالطريق او وسائل تامين الحركه المروريه بيتم على الفور تداركها. يبقى في عندنا السائق وفي عندنا الجزء الخاص بالطريق والجزء الخاص بالمركبه. طب اسمح لي يا فندم, انا عايزه بس اسال سؤال يمكن هو خاص شويه. دلوقتي وانا مثلا طالعه اسكندريه انا باخد التيكت, تمام, والتيكت دي انا مره يعني قلت اقرا ايه اللي مكتوب فيها فلقيت ان فيها تامين. مظبوط. فحضرتك ممكن تشرح لي انا دلوقتي التيكت دي بتفيدني بايه؟ هل مثلا لو حصل يعني مش عارف يعني ممكن حضرتك تشرح لي اكتر؟ هو الرسوم اللي بيتم تحصيلها على الطرق الخارج المدن دي بتبقى رسوم بتروح اساسا للهيئه العامه للطرق والكباري باعتبار انها المسؤوله عن تشغيل وصيانه وانشاء هذه الطرق السريعه يعني خارج المدن. يبقى في جزء منها رايح للصيانه, يعني انا بدفع في جزء منها, انا بعمل صيانه للطرق دي. تمام. وجزء رايح زي ما سعادتك قلتي للتامين لو حصل حوادث, زي ما احنا لما بنيجي نجدد رخصه السياره بيكون في تامين اجباري. ده صحيح. التامين الاجباري ده بيكون ضد الحوادث, سواء انا عملت حادثه حصل اصابات او حصل لا قدر الله وفيات, بيبقى في جزء من التعويض بيكون شركة التأمين منوط بيها ان هي تتحمله نتيجة هذا التأمين الإجباري اللي القانون ألزمني ان انا ألتزم بيه. لو رجعنا لمعدلات الحوادث,
هنلاقي على غير المتوقع ان معدلات الحوادث على الطرق السريعه اقل من معدلات الحوادث داخل المدن. يعني الطرق الحوادث اللي بتحصل داخل المدن اللي هو بنسميها في المناطق الحضريه بتكون معدلاتها والخطوره بتاعتها اعلى من الطرق السريعه. نتيجه اكتر من حاجه، اول حاجه يمكن مش هنقول نرمي كله على السلوك، لكن لو اتكلمنا على شبكه الطرق نفسها هنقول ان شبكه الطرق مصممه من فترات طويله من الزمن. السعات المرورية لشبكة الطرق أصبحت لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد المركبات. النهاردة بقت سهل جدا أن أحصل على عربية ملاكي جديدة وبالتالي أقدر أزود العبء اللي موجود على شبكة الطرق اللي أنا بعتبرها بالضبط شرايين مريضة وأنا بزود البريشر عليها وبالتالي بزود من تفاقم المشكلة. فده كمان ليه علاقة بالحوادث، لأن لما حضرتك بتسوق في زحام وبتبقى تحت ضغط وستريس لفترات طويلة بتبتدي تفقد أعصابك طبعا. وبالتالي ممكن يحصل تصرفات قيادية غير مرغوبة وتؤدي إلى حدوث حوادث. والله الكلام ده يعني حلو وجميل، بس يمكن أنا لسه راجع من إحدى البلاد يعني وبلد كانت يعني شافت نهضة في أقل من 10 سنين، وصدفة ان احنا طلعنا بره البلد دي بره المدينة الرئيسية، يعني رحنا البلد يعني احنا كنا في اسطنبول وطلعنا رحنا البورصة ورجعنا تاني اسطنبول، واحنا راجعين اسطنبول تاني قعدنا 3 ساعات، ده كان بعد رجوع العيد، ده عندنا المحور بالظبط مدخل اسطنبول ده فضل واقف 3 ساعات، مش هزار 3 ساعات. تمام. دلوقتي كان زحمة وكان عربيات كتيرة جدا نفس المنظر بالظبط نفس المنظر، لكن ما شفناش كل ده لان شفنا لينز او حارات مرورية بتحترم، شفنا مسافات بتحترم بين العربيات، وشفنا مفيش كلاكس واحد اتضرب مع ان احنا واقفين 3 ساعات على مدخل مدينة. تمام. يبقى هنا بقى هنا المشكلة ده مش ده في الزحمة، هنا ده education وbehavior، لان انا ولا قانون يا فندم اعمال القانون للمخالفات ده واجب في اي حتة في الدنيا، لكن انا بتكلم ان السلوك المروري يجب ان يتم تعليمه من الصغر للطلبة في المدارس، ولما اجي اخد رخصة قيادة ما تبقاش الموضوع بالسهولة اللي ممكن تخلي اي واحد مش كفء ان هو يسوق يقود سيارة ان يفعل ذلك. علاوة على ان زي ما حضرتك قلت ان التزام الناس وعدم استخدام، النهاردة انا لو استخدمت في اي مكان زي ما سعادتك اشرت لو استخدمت الزمارة او الكلاكس هتلاقي ان بقت الناس سترينج بالنسبة لها، ده غريب، ده في حاجة غير طبيعية، عربيات الامرجنسي هي اللي بتعمل كده. لكن لو أنا استخدمت والانتظام والسلوك المروري إن أنا أمشي في اللين المخصصة ليا أو في المسار المروري المحدد، ده برضو سلوك مروري، سلوك يجب أن يلتزم به كافة القائمة واحترام الحارة اللي هي الفري لين اللي هي الحارة اللي معمولة للحوادث. إذا بتسمح لي أنا إحنا بندور في مصر على، أو خلينا نتكلم على الأسكيل، القاهرة الكبرى على الأقل باعتبارها من أكثر المدن ازدحاما في العالم، ويمكن كمان ليها علاقة بمستوى التلوث، التلوث والضوضاء تعتبر برضو من أكبر المدن تأثير التلوث عليها. فبنقول إن الحلول غير التقليدية هي اللي دلوقتي مطلوب إنها تطرح وتطرح بقوة. أقول لحضرتك يعني على سبيل المثال سكان القاهرة الكبرى، يمكن ده غريب بالنسبة للمشاهدين إن هم يسمعوه، إن في عندنا 80% ما هماش مالكي سيارات من سكان القاهرة الكبرى. سكان القاهرة الكبرى تجاوزوا 20 مليون مواطن، عندنا 80% منهم، ده من واقع إحصائيات، ليسوا مالكي سيارات وليس لهم صلة مباشرة بإن هو يسوق عربية، دول استخدامهم بيبقى لوسائل النقل العام بكل درجاتها، من مترو، من باصز، من أوتوبيسات، من أي وسائل، حتى التاكسيات. يتبقى 20% الأخرى وهم من مالكي السيارات. لو بصيت على الزحام اللي موجود في الشوارع هتلاقي أن الزحام أساسا نتيجة كثرة السيارات الملاكي اللي موجودة في الطريق. الأوتوبيس الواحد بيشيل في المتوسط 40 فرد، يعني إن أفرج أقدر أشيل 40 عربية ملاكي أحطهم في وان باص في أوتوبيس واحد. طيب إيه اللي بيخلي الناس اللي عندهم عربيات خاصة يصمموا إن هم يستخدموا السيارة الخاصة وما يحولوش لوسائل النقل العام؟ واضحة للجميع، مش محتاجة مع إن الواحد بيتمنى إن هو يستخدم المواصلات العامة بصراحة، يعني بيستعملها بره لما بيسافر، مع عدم وجود برضو وسائل رفاهية زي السيارة الخاصة، عدم وجود مكان إن أنا لو طلعت الأوتوبيس أو المترو ممكن ما ألاقيش مكان أقعد فيه، ممكن عوامل كتيرة جدا لازم ناخدها في الاعتبار. لازم ناخد في اعتبارنا إن الدولة بتدعم وسائل النقل العام، وسائل النقل العام اللي هو الأوتوبيسات العامة أو المترو أو خلافه، دي مدعمة من الدولة، ده مش بسعرها الطبيعي، مدعمة ليه؟
مدعمة نتيجة أن في عندنا عدالة اجتماعية يجب أن تتوفر، أن في عندنا مواطنين لازم يقوموا برحلات، هؤلاء المواطنين جزء منهم محدود الدخل ما يقدروش أن هم يركبوا حتى تاكسي بمبلغ علشان خاطر يروح مشواره، فإذا أنا مش همس هذه الخدمة ولا يجب المساس بها، ولكن يجب الاستمرار في دعمها زي ما الدولة بتدعم قطاعات كتير جدا في الـ مش بس في النقل، لكن في حاجات في أشياء أخرى منها الوقود. الوقود مدعوم، الوقود طبعاً للملاكي او للاوتوبيسات او واتيفر، ده كله مدعوم من الدوله ولا يباع بسعره الحقيقي. ويمكن سمعنا عن ان جزء من الوقود نتيجه انه مدعم بيتهرب. تمام. طيب الحل ايه؟ الحل ال 20% دول انا لازم اوفر لهم خدمه تخليهم برغبتهم وبارادتهم يتنازلوا عن استخدام السياره الخاصه ويستخدموا هذه الخدمه. طيب الخدمه دي هل مطلوب انها تكون مدعمه؟ ابدا لا، مش مطلوب ان انا ادعمها. حضرتك بتيجي من منزلك في اي مكان من القاهره عشان توصل لمحل عملك، لو بتيجي بسيارتك الخاصه، لو حسبت تكلفه التشغيل من بنزين من زيوت من صيانه من خلافه وتكلفه انك تلاقي مكان انتظار، ودي دي مشكله معضله اخرى انك تلاقي مكان انتظار، لو حق حطيت التكلفه دي وقلنا ان احنا هنعمل خدمه مميزه من الاوتوبيسات تكون تكلفتها غير مدعمة، يعني انت لو هتدفع بعربيتك الخاصة سيف الرحلة بتاعتك 20 جنيه ممكن تبقى ديا برضو عشان اشجعك انك تسيب عربيتك تبقى بنص الثمن، تبقى ب 10 جنيه. هما حاولوا يطبقوا ده في اللي هو السي تي اي، بس الخدمة ما نفعتش وحصلها تدهور لانها كانت غير مدروسة من الناحية الاقتصادية. الدراسة بتاعتها ان النهاردة كنت مثبت تكلفة التذكرة بتاعت الركوب بفئة معينة اللي هي 2 جنيه لا تتناسب مع ان يحصل صيانه، يحصل ابجريدنج تطوير، يحصل ان انا اشتري اوتوبيسات جديده. لكن النهارده انا بقول انا لازم الاول اشخص المشكله، وانا تشخيص المشكله ببساطه ان ال 20% من سكان القاهره الكبرى هم اللي عاملين ضغط على الشبكه. ال 80% التانيين ما عندهمش اختيار اخر، بيستخدموا وسائل النقل العام بس العام والجماعي، السيرفيس والميكروباص بالظبط كده. طيب نعمل ايه عشان نخف نوفر وسيله نقل متميزه وتكون فيها مصداقيه؟ مصداقيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اقف على الباص ستيشن او محطه الاتوبيس يبقى انا عارف ان في سكيدول او في تايم تيبل ان الاتوبيس هيجي في الساعه الفلانيه، ما بقاش واقف وانا بقول يا رب هيجي ولا مش هيجي. دي نقطه برضو مهمه جدا المصداقيه، لان كل الناس دي بتبقى مرتبطه باعمال. ده صحيح. الجزئيه الاخرى برضو عمليه السيفتي، وان الشخص يطلع يلاقي مكان يقعد فيه ما يطلعش الاتوبيس، وده هيحصل من ايه؟ من ان انا اقدم خدمه، لان الفئه دي من الناس مش محتاجه الدعم، لكن محتاجه وسيله امنه وذات مصداقيه لنقلهم في حركتهم اليوميه. لو ده حصل هقدر اشيل العبء بتاع ال 20% دول، وبالتالي اقلل الضغط على شبكه الطرق المريضه. الكلام ده ممكن يطبق في المترو. أيوة. عارفين حضراتكم في القطار مش محطه القطر لما بروح اشتري التذكره بيبقى في درجه اولى ودرجه ثانيه. انا ممكن زي ما هم عاملين عربه للسيدات دلوقتي اعمل عربه للفي اي بي، او اعمل عربه درجه اولى. العربه الدرجه اولى تذكره المترو بجنيه، اخلي دي تدرس. انا مش هقول رقم بس ممكن يتعمل لها دراسه اقتصاديه، اقول والله ممكن نحدد تكلفه للتذكره دي تبقى بخمسه جنيه، تبقى بعشره، تبقى وات ايفر، بحيث ان ممكن حضرتك اشجعك. انت عارف انك هتلاقي مكان مناسب ومكيف في الصيف بالذات لان دي ما اصبحتش رفاهيه، تركن عربيتك في مكان ما وتقدر تاخد المترو وتكمل بيه الرحله بتاعتك، خصوصا في الجزء المزدحم من المدينه. كتير مننا بينزل وسط البلد عشان يقضي مصلحه وبيقعد يلف حوالين المنطقه اللي هو عايز يروحها، بيلاقيش مكان يقف. صحيح. وده بيرفع معدلات التلوث، ولما بتبقى في ستريس بيؤدي الى زياده الحوادث، فهي سيركل مربوطه ببعضها. طيب